ما حضراتكم عارفين النهارده ايضا كان في ثلاث مباريات في او هيبقى في ثلاث مباريات. الاولى كانت ما بين المقاولون العرب وسموحه، واستطاع عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب ان يفوز على المدير الفني لنادي سموحه كابتن عادل عبد الرحمن بهدفين مقابل هدف. احمد علي بيعتلي صداره الهدافين بعد احرازه هدفين اليوم ليكون واحد من الهدافين الكبار في الدوري العام المصري او متساويا مع محمود علاء اللي حاليا بيلعب، او النهارده الحقيقه محمود علاء مصاب ولكن الزمالك حاليا بيلعب مع طلائع الجيش، وما تزال النتيجه 2-1. هقول لحضراتكم دلوقتي النتيجه كام، وايضا في مباراه الثالثه اللي هتكون النهارده مباراة النادي الأهلي والداخلية. الزمالك متفوق على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد حتى هذه اللحظة، ودايما هقول لحضراتكم نتيجة هذه المباراة. طيب خلينا نروح بقى نشوف جرافيك هذه المباراة، وعندنا ايه النهاردة هنقوله لحضراتكم على مباراة الأهلي والداخلية. مباراة الأهلي والداخلية إن شاء الله النهاردة 20 فبراير 2019 في بداية الأسبوع 23. أكبر فوز للأهلي على الداخلية 4-0 مرة وحيدة، و3-0 أيضا مرة وحيدة، و3-1 مرة واحدة فقط. أكبر فوز للداخلية على النادي الأهلي كان 1-0 مرتين، أما هدافه النادي الأهلي والداخلية في مبارياتهم مع بعض سعد سمير ووليد أزارو ووليد سليمان وعماد متعب اللي بنقول له كل سنة وأنت طيب. النهارده عماد متعب عيد ميلاده، كل سنة وأنت بألف خير. طبعا ما عرفناش نعمل له أي حاجة، لكن عشان طبعا الله يرحمه الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، ولكن عماد متعب سيظل دائما في قلوب كل الأهلاوية. ملك ايفونا المحترف اللي كان موجود في النادي الاهلي ودلوقتي في الصين، سليماني كوليبالي ايضا الهارب من نادي الاهلي، 6 لاعبين من الداخليه لكل منهم هدف واحد. اول واخر مباراه بين النادي الاهلي والداخليه في بطوله الدوري العام، اول مباراه بين الفريقين كانت 2 نوفمبر وانتهت 2011 وانتهت 3-1 لصالح النادي الاهلي، اما اخر مباراه بين الفريقين كانت 29 ديسمبر 2018 وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق. أحرز أول أهداف النادي الأهلي وائل جمعة، نجم الكبير وائل جمعة اللي كنا بنحتفل برضه معاه النهاردة بفوزه بالسوبر الإفريقي. النهاردة كان وائل جمعة واحد من الناس اللي ساهمت في فوز مصر أو فوز النادي الأهلي بالسوبر الإفريقي. أحرز آخر هدف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، أما أول هدف للداخلية أحرزه أرمين فاليه، وآخر هدف أحرزه حسين رجب اللي انتقل إلى نادي المصري البورسعيدي. قائمة النادي الأهلي لمباراة اليوم: شريف إكرام، الشناوي، وعلي لطفي. النهاردة النادي الأهلي عنده ثلاثة من حراس المرمى متواجدين في قائمة اليوم، وخط الدفاع هاني ومحمد هاني وياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، وخط الوسط هشام محمد وعمرو السولية، كريم ندفد، ناصر ماهر، وحمدي فتحي، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودي اللي بيعود أيضا من الإصابة، وحسين الشحات، وجيرالدو، وجونيور أجايي، وصلاح محسن، ومروان محسن. الحمد لله على سلامة مروان محسن وأحمد حمودي. طبعا المدير الفني مارتن لاسارتي: كيف سجل النادي الأهلي 29 هدف في الدوري العام حتى الآن؟ النادي الأهلي سجل 29 هدف، سجلهم إمتى؟ ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم. زمن التسجيل من الدقيقة 1 للدقيقة 15 النادي الأهلي أحرز 3 أهداف، أما من الدقيقة 16 للدقيقة 30 النادي الأهلي أحرز 5 أهداف، من الدقيقة 31 وحتى الدقيقة 45 4 أهداف، من الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 60 5 أهداف. أما المناطق المحببة أو الوقت المحبب للنادي الأهلي ولجمهوره: الدقائق الأخيرة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 6 أهداف، ومن الدقيقة 76 وحتى الدقيقة 90 6 أهداف. النادي الأهلي كيف استقبل 13 هدف دخلوا في مرمى النادي الأهلي في الدوري حتى الآن؟ زمن الاستقبال: من الدقيقة 1 للدقيقة 15 هدف واحد فقط، من الدقيقة 16 للدقيقة 30 هدف واحد أيضا، أما من الدقيقة 31 للدقيقة 45 أيضا هدف وحيد، من الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 60 5 أهداف دخلوا في مرمى وشباك النادي الأهلي، أما من الدقيقة 61 للدقيقة 75 ولا هدف تم إحرازهم في مرمى النادي الأهلي، من الدقيقة 76 وحتى الدقيقة 90 5 أهداف. وبالتالي أول أو بداية الشوط الثاني ونهاية الشوط الثاني هم دول الأوقات اللي بيحرز فيهم أهداف في النادي الأهلي.
داخليه بقى. اما زمن التسجيل في الداخليه، الداخليه احرز هدفين من الدقيقه في اول ربع ساعه، اما ثاني ربع ساعه احرز 4 اهداف، اخر ربع ساعه في الشوط الاول بأحرز 8 اهداف، وهو المعدل الاكبر لاحراز الاهداف بالنسبه للداخليه في اخر ربع ساعه في الشوط الاول. اما في اول ربع ساعه في الشوط الثاني 4 اهداف، اول ربع ثاني ربع ساعه في الشوط الثاني هدف وحيد، اما اخر المباراه او اخر ربع ساعه في المباراه نادي الداخليه بيحرز برضه معدل كبير 7 اهداف في الدقائق الاخيره بيحرزها نادي الداخليه. الداخليه استقبل حوالي ادي 20 23 25 26 28 هدف، عدد الاهداف اللي استقبلها فريق الداخليه. امتى بيسجل الاهداف في فريق الداخليه؟ اول ربع ساعه 5 اهداف، ثاني ربع ساعه في الشوط الاول 3 اهداف، اما المعدل الكبير جدا اخر ربع ساعه في الشوط الاول، النادي الداخليه بيستقبل دائما في مرماه اهداف كثيره، استقبل حتى هذه اللحظه من ال 28 هدف 10 اهداف، اما اول ربع ساعه في الشوط الثاني هدف وحيد فقط، وتاني ربع ساعة في الشوط الثاني 2 هدفين، أما برضو المعدل كبير جدا جدا في آخر ربع ساعة في المباراة، نادي الداخلية استقبل 10 أهداف. إذن نادي الداخلية في آخر ربع ساعة في الشوط الأول 10 أهداف، وآخر ربع ساعة في المباراة بيستقبل أيضا 10 أهداف، 20 هدف، 20 هدف من الأهداف اللي دخلت في فريق الداخلية دخلوا في هذا التوقيت. عفوا، زي ما حضراتكم عارفين الأهلي في المركز الثالث، لعب 19 مباراة قبل هذه المباراة، فاز في 13، تعادل في 3، هزم في 3، له 29 عليه 13، يملك من النقاط 42 نقطة. أما الداخلية في المركز ال 14 لعب 22 مباراة، فاز في 4، تعادل في 10 مباريات، وهزم في 8، له 26 هدف عليه 31، كمان مش 28 عليه 31 هدف، يملك من النقاط 22 نقطة. هداف النادي الأهلي مروان محسن العائد من الإصابة والمتواجد في قائمة الـ20 اللي متواجدة النهاردة في النادي الأهلي، أما هداف الداخلية وحسام باولو ثالث الهدافين في الدوري العام المصري بـ10 أهداف. آخر حاجة معانا حكام مباراة اليوم، حكم للساحة كابتن محمود البنا، حكم مساعد تحسين أبو السادات، أيضا الكابتن أحمد توفيق حكما مساعدا، حكم رابع جلال أحمد، وحكم خامس سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز، ده طاقم التحكيم في مباراة اليوم.